من المعروف يا سادة أن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل، وخاصة العصية منها، فعندها قد تقضي عدة أيام بلا طعام ولا شراب ولا حتى ابتسامة واحدة. لكن هذان العاشقان ابتكرا حلا لتلك المشكلات قد يكون فعالا لدى البعض. الأوكرانيان ألكسندر كودلاي بائع السيارات وخبيرة تجميل فيكتوريا بوستوفيتوفا أطلقا تجربة لإصلاح علاقتهما المتقطعة عن طريق تقييد يدهما معا لمدة 3 أشهر وتوثيق تجربتهما على وسائل التواصل الاجتماعي. الفكرة يا سادة بدأت حينما أخبرته الشابة أنها تريد الانفصال نهائيا بسبب كثرة المشاكل، لكن الشاب رفض وطرح فكرة تقييد نفسه بها. حتى الآن يفعلان كل شيء معا حرفيا. الطرفان أشارا أن التجربة ممتعة وسيتفهم كل منهما أهمية التفاهم والاحترام المتبادل. استجابة الجمهور كما هو متوقع كانت متباينة وفضولية، وهو ما دار في ذهنكم منذ قليل: كيف يتشاركان دورة المياه؟ حسناً، على الآخر أن ينتظر في الخارج ويده الأخرى بالداخل. فهل تؤيدون الفكرة أم أنها انتحارية؟